نتابع هذا الحدث إذا مع ضيفنا على الهواء سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير نرحب بسيادتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. الحقيقة أنه هذه الزيارة لها مغازي عدة، خصوصا أن مصر الآن لديها مشروعات تنفذ بأيدي وشركات مصرية في أرض تنزانيا، فهناك إذن نموذج يحتذى به في العلاقات بين مصر والدول الأفريقية ممثلة في هذه الحالة في تنزانيا. لا شك العلاقات بين مصر وتنزانيا في حالة من التنامي والتعاظم، وبتشمل مجالات عديدة، خاصة وأن هناك تبادل للزيارات على المستوى الرئاسي، ثم هناك لجنة عليا مشتركة بين البلدين لبحث كافة سبل التعاون بينهم، خاصة وأن تنزانيا إحدى دول حوض النيل. مسألة الموارد المائية أحد الملفات الهامة التي يحرص البلدين على تنميتها وتطويرها. لا شك أن مصر في هذا المجال قامت بإنشاء مشروع سد ومحطة جوليوس نيرير لتوليد الطاقة الكهربائية، وبتنفذها شركتين مصريتين هما المقاولين العرب والسويدي إلكتريك. أيضا هناك اهتمام بالعلاقات بين البلدين من حيث الاستثمارات وبشركات مصرية ورجال أعمال مصريين في عديد من المجالات. ده بجانب الاهتمام من جانب مصر في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، وأيضا في مجال الأدوية والصناعة والطاقة والإنشاءات والبنية التحتية. لا شك أن هذه المجالات العديدة بتؤكد على يعني مدى العلاقات ما بين البلدين وشموليتها، خاصة فيما يتعلق بمجال البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بالمناخ الاستثماري بين البلدين. لا شك أن هذه الزيارة ستضيف إلى ما لدى البلدين من علاقات قوية، علاقات أكثر عمقا وأكثر شمولا، خاصة كما ذكرت أن هناك اهتمام كبير بمجال الموارد المائية، وأيضا قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني، وأيضا فيما يتعلق ببناء القطاعات إنشاء مزارع سمكية أو مزارع أخرى في مجالات عديدة. سعادة السفير، يعني تنزانيا كان لها موقف داعم لمصر للعودة للاتحاد الأفريقي في عام 2014، والحقيقة أن هذا يعني يتسق مع تنامي العلاقات المصرية التنزانية منذ بدأت قبل نحو 60 عاما من الآن. لا شك أن العلاقات ما بين مصر وتنزانيا هي علاقات متميزة، ونستطيع أن نقول أنها شهدت تطور كبير جدا منذ تولي الرئيس سيسي الحكم في مصر. فهناك حرص مثلا على تنزانيا مثلا على المشاركه في حفل توصيف الرئيس السيسي في يونيو 2014، واكد في هذه المناسبه تم التاكيد على من جانب تنزانيا على ضروره عوده مصر لممارسه دورها الطبيعي والتاريخي في انشطه الاتحاد الافريقي، وكان هذا موقف يعني يعتبر لتنزانيا موقف يعني جيد، موقف مؤيد لمصر وضروره أن تعود بدورها الطبيعي في دعم القارة الأفريقية والدول الأفريقية. نعم. في كافة المجالات. سعادة السفير، أيضا الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا في أغسطس 2017، ثم الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التنزاني في يونيو 2019، وهذه الزيارة الآن لرئيس التنزانيا، يعني هي محطات إذن في إطار هذا التعاون واتساق التعاون وزيارته في جميع المجالات السياسية والاقتصادية. لا شك أن الزيارات على مستوى الرئاسي تشكل أهم أنواع الزيارات في دفع العلاقات ما بين الدول وبعضها، خاصة في القارة الأفريقية، فهي الزيارات ذات الإنتاج الإيجابي والبناء والسريع فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين. وأيضا هذه اللقاءات على المستوى الرئاسي بتتعزز بوجود لجنة مشتركة ما بين البلدين، بتنعقد لجنة عليا مشتركة بتنعقد ما بين البلدين بشكل دوري، وبتعمل على تعزيز العلاقات في كافة المجالات. لا شك أن اللقاءات على مستوى القمة هي اللي بتعطي توجيهات نحو زيادة وتفعيل العلاقات لتكون شاملة لكافة المجالات، وأنا أشرت إلى أهم المجالات
اللي بيتم فيها التعاون باعتبار أن تنزانيا إحدى دول حوض النيل، وأن هناك اهتمام بملف الموارد المائية والسدود والطاقة وأيضا المجال الزراعي. في هذا المجال سعادة السفير، يعني مصر تقيم سد جوليس نيريري على نهر روفيجي في تنزانيا، وهو من ضمن المشروعات، ربما مشروعات البنية الأساسية الكهرومائية التي تتسع أو يتسع نطاقها إلى زيارة الرقعة الزراعية في تنزانيا، إلى ربما تدعيم البنية الأساسية في تنزانيا، إقامة مجمعات سكنية، وكل هذا بخبرات مصرية وبأيدي مصرية وباشتراك مع الدولة التنزانية. فهذا إذن مثال يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، مصر وتنزانيا والدول الأفريقية بشكل عام. لا شك كما أشرت أن مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية ده بينفذ من جانب شركة المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، وده يعد يعني دليل على الاهتمام بجانب من البلدين بالموارد المائية وإنشاء مثل هذه السدود التي تعد إحدى وسائل البنية التحتية من حيث توليد الطاقة ومن حيث إمكانية استخدامها أيضا في زراعة في المجال الزراعي. هذا فضلا أنها بتؤدي إلى إنشاء مجتمعات في هذه المنطقة، وهو أمر يعني ما لا شك يدفع العلاقات ما بين البلدين ويدفع عملية التنمية المستدامة إلى آفاق أرحب. ومصر أيضا تقوم بمشروعات مشتركة سواء في التصنيع الزراعي، الثروة الحيوانية والسمكية، الطاقة، تصنيع الدوائي مع تنزانيا. فإذا مجالات التعاون تتسع مع دولة تقع ضمن دول حوض النيل، وهذا له أهميته أيضا بالنسبة لمصر. لا شك يعني القطاعات الاقتصادية العديدة اللي بيشملها التعاون بين البلدين، يعني هناك قطاع الزراعة، قطاع الإنتاج الحيواني، قطاع الأدوية، قطاع الصناعة، قطاع الطاقة، الإنشاءات، البنية التحتية، كل هذه القطاعات فضلا عن بناء القدرات وإنشاء المزارع السمكية، كل هذه لا شك أنها مجالات عديدة تمثل نموذج يحتذى به في العلاقات ما بين مصر ودول أفريقيا. ومصر ايضا معالي السفير تقدم بهذا المثل على ما يجب ان يكون عليه شكل التعاون مع دول حوض النيل بدلا من التناحر، خاصه في انشاء سدود قد تضر ببعض الدول كما تحدث او يحدث في اثيوبيا مثلا. فبالتالي التعاون هذا هو مثاله الان بدل التناحر وبدل الذهاب الى ايجاد مشاكل. لا شك ان الوضع بالنسبه للتعاون ده امر مفروغ منه، حتى في موضوع سد النهضة العلاقة يجب أن تكون علاقة تعاونية، لأن سد النهضة على نهر دولي، السيادة عليه سيادة مشتركة وليست سيادة مفردة. العلاقة ما بين مصر وأثيوبيا في هذا المجال يجب أن تقوم على أساس العلاقات الاتفاقات الدولية والقانون الدولي، وأيضا فيما يتعلق بالمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة، وكلها تدعو إلى التعاون وليس التصادم، إلى التفاهم وليس الصراع. وهذا يؤدي بالقطع إلى التنمية في كافة الدول المنطقة، وأن النموذج اللي موجود مع تنزانيا نموذج يحتذى به، لأنه نموذج للتعاون ما بين بلدين في مجال الموارد المائية وأيضا فيما يتعلق بدول الحوض. معالي السفير، أيضا هذه الزيارة المهمة لرئيس تنزانيا للقاهرة ربما دليل على اهتمام مصر مرة أخرى بدعم العلاقات مع دول أفريقية وخاصة دول حوض النيل، والذي بدأته مصر خلال العامين الأخيرين. فهذا أيضا له دلالته، له ما بعده من أشكال التعاون المختلفة مع دول حوض النيل بشكل عام، مع الدول الأفريقية أيضا. لا شك كما أشرنا إلى أن تنزانيا إحدى دول حوض النيل، والتعاون في المجال الموارد المائية أمر مطلوب لخدمة مصالح كافة الأطراف وليس طرف واحد. العلاقة بين البلدين هي علاقة تعاونية وليس تصرفات أحادية أو فرض أمر واقع، بالعكس لا شك أن هنا المصالح مشتركة والتعاون مشترك لما فيه مصلحة كافة الأطراف وليس طرف واحد. نعم.
وهناك بالتأكيد ربما مجالات التعاون ستزيد، يعني هناك إنشاء لمجلس الأعمال المصري التنزاني والذي بدأ التفكير فيه في عام 2002 وثم انطلق بشكل كبير في من خلال إلغاء الرسوم الجمركية بين مصر وتنزانيا في عام 2015، فبالتالي أفق التعاون ستزيد في المرحلة المقبلة. لا شك، يعني النموذج كما أشرنا نموذج العلاقات ما بين مصر وتنزانيا يمكن أن يحتذى به لأنه بيشمل مجالات عديدة، آلياته على مستوى القمة ومستوى اللجان المشتركة العليا، أيضا شموليتها لكافة مجالات، هناك نشاط أيضا للقطاع الخاص في الاستثمار في العديد من المجالات، هناك نشاط تجاري أيضا ما بين البلدين، صادرات واردات في الاتجاهين، لعل فيما يتعلق مثلا بالصادرات المصرية هناك صادرات منتجات غذائية، كيميائية، معادن، مصنوعات، أسمنت، ورق مقوى، كل هذه السلع بتدخل إلى تنزانيا، في نفس الوقت مصر بتستورد منها الأخشاب والجلود وأيضا منتجات كيميائية. هناك مكاتب استشارية هندسية مصرية أيضا بتقوم بدور بارز في المشروعات القومية العملاقة في تنزانيا، مثل مشروع كوبري كيجامونبوني اللي بيربط ضفتي مدينة دار السلام ببعضهم، فرضا طبعا عن توسعة مطار جوليوس نوريري اللي بيتم حاليا. معالي السفير، اخيرا هذه الزياره تتسق ربما او تتزامن مع قرب انعقاد قمه الكوميسا بعد عده اسابيع في مصر، ورئاسه مصر مره اخرى لهذه القمه المهمه او لهذا التجمع المهم، اذا بالتالي يمكن ان يقدم من خلال هذه الزياره مثل على ما يجب ان تكون عليه اشكال توسع العلاقات الاقتصاديه على الاقل بين دول التجمع ومنها مصر وتنزانيا في هذه الحاله. هناك اهتمام بان تكون إنشاء منطقة تجارة حرة ثلاثية بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الكبرى ومنها الكوميسا والسادك ومجموعة شرق أفريقيا، وهذا الأمر كان تم توقيعه في شرم الشيخ عام 2015، وأنا أعتقد أنه هذه القمة الكوميسا اللي تعقد في القاهرة قد تتناول عملية تنفيذ هذه المنطقة، وده يعتبر يعني تقدم كبير جداً فيما يتعلق بالعلاقات ما بين مصر وتنزانيا في إطار هذه التكتلات الاقتصادية سواء الكوميسا أو السادك أو مجموعة شرق أفريقيا. سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لوجود سعادتك معنا، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية.